اهلا بحضراتكم من جديد. تابعنا طبعا كلمه الكابتن محمود الخطيب في حفل تكريم الفرقه الرياضيه، والحفل ده اقيم يوم الاثنين الماضي في مقر النادي الاهلي بالجزيره. ارحب بضيوفي اللي في نمولي في الاستوديو، كابتن كريم ابو الخير المدير الفني لفريق الناشئات لكره اليد بالنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن. شكرا يا كابتن عايز، منورنا، متشكرين على الاستضافه دي، ودايما يعني كابتن ده حقكم ظهرنا وخدنا لقدام كده على طول. ده حقكم، واحنا هنا كل اللي بنعمله ان احنا بنبين مجهود اللي بتبذلوه والبطولات اللي بتاخدها. متشكرين يا كابتن على خير. ومعايا طبعا لاعبات الفريق، معانا شروق محمود. ازيك يا شروق؟ الحمد لله، منورانا ومبروك على البطولات. ومعانا لاعبه الفريق ايضا نهى ايهاب. ازيك يا نهى؟ الحمد لله، مبروك. الله يبارك في حضرتك. خلينا نبتدي مع كابتن كريم، يمكن ده لقائنا الثاني، كان في ملوك الصلاه، كان من فتره، وشفنا قد ايه المجهود اللي بيبذل. كابتن كلمني عن الفتره اللي فاتت، كلمني عن المجهود اللي بذل، كلمني كام بطوله دخلتهم، ايه اللي عندك بعد كده، ايه اللي بيحصل في السن ده، لان السن ده الحقيقه هو نواه مش النادي الاهلي بس لكره اليد، هيبقى نواه منتخب مصر. والله حضرتك احنا عندنا الموسم بتاعنا يعتبر بيبتدي بدري شويه، يعني بيبتدي من شهر 6. تمام. بالنسبه لفرقه 2006 عندنا ثلاث بطولات، بطولتين جمهوريه، واحده صيفيه واحده شتويه، وعندنا بطوله منطقه. ربنا كرمنا البطولتين الجمهوريه الحمد لله، خدنا مركز اول، وعندنا بقى التصفيات بتاع بطوله المنطقه هنرجع نلعبها قدامنا 10 ايام كده ان شاء الله، نبدا ان احنا نلعب النهائيات ان شاء الله بتاعت بطوله المنطقه. كابتن، مين اللي بينافسنا من اكتر الفرق اللي فيها السن ده كويس، او بيقدر او بيتبنى السن ده بحيث انه عايز يعمل فيه فرقه كبيره؟ مين من الانديه اللي في مستوى مصر زي والله وحضرتك دلوقتي بقى موضوع الفرق بقى اكتر من الاول، والمنافسه بقت اقوى من الاول. بالنسبه لجيل 2006 موجود نادي سبورتنج اسكندريه، ونادي سموحه، ونادي بكوس، وبالنسبه للقاهره نادي الشمس. نادي الشمس دول الاقوى منافسين لينا بالنسبه للبطولات اللي احنا بنلعبها. يعني الشمس معانا في القاهره، ولكن سموحه وسبورتنج وبكوس يمكن بنشوفهم في بطولات الجمهوريه. في الجمهوريات صحيح. طب كابتن، في منتخبات الاعمار السنيه دي ولا لا؟ لا، احنا اخر منتخب بنات عندنا 2002، عندنا 98 و2000 و2002. 2002 يعني هم شروق ونهى جيلهم هيبقى ان شاء الله كمان اربع سنين كمان تقريبا او ثلاث سنين ممكن يخش في جدول مصر ان شاء الله. شروق جاهزه للماتشات ولا ايه؟ قولي لي يا شروق، انت ابتديت كره اليد ازاي؟ ايه اللي حببك في اللعبه؟ شفت مين؟ ايه يعني اللعبه اليد عنيفه؟ ايه اللي خلاك تحبي تقول لا يا ماما انا عايز العب اللعبه دي؟ هو انا كنت نفسي اكون زي اللعيبه يعني الكبار اللي في المنتخب، عجبتني اللعبه دي برضو قدرت اوفق بيها ما بين المدرسه وهي اللعبه. يعني اللعبه حلوه يعني عايزه ناس تسبحها. شروق الاول لعبت سباحه؟ يعني كل البنات الصغيرين في الاول بيلعبوا سباحه، وبعد السباحه بيروحوا يختاروا اللعبه. فانت كنت بتتمرني سباحه في مدينه نصر برضو، نادي مدينه نصر؟ وليك حد في عيلتك كان بيلعب يد عشان كده وداكي، ولا انت شفت اللعبه عجبتك؟ ليلى. كان مين في عيلتك بيلعب يد؟ انا اختي من مواليد 2000 بتلعب برضو يد، واخويا بيلعب يد بس هو دلوقتي سابها وراح العب قوه. اخويا الكبير ما شاء الله، واختي كانت بتلعب جون دلوقتي بقت تلعب جون. عيله كلها رياضيه. طب انت يعني نقول ايه؟ نقول يعني اليد بدات فيها، ما جيتيش في لحظه كده قلت لا يا ماما انا عايز اغير يد؟ لا، حبها. طب مين المدرب او المدرب اللي لعبتي معاه وحببك في اللعبه؟ الكابتن كريم. لا ما تقوليش بقى عشان احنا على الهوا بقى كده. كابتن كريم ما ينفعش بقى الكلام ده. انا لعبت في حقيقه بداتي معاه، لان هو كابتن كريم كان ماسك التمهيد انا عارف كمان. هو ما شاء الله كابتن كويس جدا. يعني هو واخدها جد وما شاء الله بيمرن كويس جدا، تمرينته كويس. حاسين انه زي باباكو وما بيهزرش في التمرينه، واخدها جد. حابين الجو ده. على علمك يا كابتن، اللاعب لما بيرتبط في السن ده، وده اللي احنا بنحاول نبينه دايما في ملوك الصالات، ان اللاعب لما بيرتبط بمدربه وبيحبه وبيحترمه ممكن يكون ده بدايه مولد نجم. طبعا، وعليك مسؤوليه كبيره في دي، خلي بالك. طبعا، بس هو كمان هم عندهم ميزه ان هم بيلعبوا في نادي كبير، فدي ميزه بالنسبه لهم طبعا، حاجه كويسه بتساعدهم ان هم يقدروا ان هم يكملوا في المنطقه بتاعتهم. اكيد، فده بيخلي الموضوع، حتى شو بتقول ما فيش هزار في التمرين او الموضوع ما تعلم بجد، لان هم عارفين انا بتكلم معاهم احنا بنلعب في نادي كبير، فلازم يبقوا قد النادي ده، فلازم يتعبوا، هم الحقيقه يتعبوا عشان يوصلوا اللي هم موجودين فيه ده. صحيح. طب نوها قولي لي بقى، انت يعني برضو ايه اللي حببك في اليد؟ لعبت ازاي؟ بدات ازاي؟ قولي لي. لا الصراحه يعني انا ولاد خالي ساره وسلمى في مواليد 2002 في الاهلي، اتفرجت عليهم كذا مره فعجبتني اللعبه، قلت طب ما اجرب كده. هم اكبر منك؟ يعني انت كنت بتروحي وانت صغيره تتفرج عليهم؟ فحس اللعبه شدتني وحسيت ان هي حاجه حلوه،
فكملت فيها والحمد لله ربنا كرمني ودخلت الفريق والحمد طب لا لله. قولي لي بس الاول، انت لعبت سباحه برضو زي شروق ولا برضو؟ لا هو الموضوع كله ايه، كله في النادي الاهلي بيبقى نفس الموضوع. لعبت سباحه وبعد كده بدات اخترتي، لان السباحه بتبقى الاساس وبعد كده اخترتي على طول كره اليد. طب قولي لي يعني حد في عيلتك بيلعب يد ولا بس كان ولاد خالك؟ لا كان ولاد خالي بس. بس هم اللي بيلعبوا يد. انت ليك اخوات؟ طب اصغر ولا اكبر؟ لا اكبر. اكبر ما لعبوش رياضه؟ لا بيلعبوا. لا بس ما بيلعبوش يد. طب قولي لي برضو يعني اجابه، مش عايزين اجابات عشان الهوا بس. مين اللي حببك في اللعبه؟ لا ما يعني بابايا كان بيشجعني جامد ان انا ابقى كويسه فيها، وانا انا من نفسي بحس ان انا لازم ابقى حاجه، لازم اعمل اللي عليا علشان ربنا يكرمني. برافو عليك. طب قولي لي يعني برضو بيبقى شعور حلو كده ان انت بتنتمي للنادي الاهلي في المدرسه، انتوا في سنه سته انا عرفت قبل الهوا، لسه صغيرين، ربنا يديكوا الصحه يا رب. قصدي اقول انه بيبقى الواحد في المدرسه مع اصحابه، مع الاولاد زمايله، مع البنات، وانا بلعب في الاهلي ولابسه تيشيرت الاهلي كده بيبقى جو تاني نوع. صح قولي لي. طب بيقولي لك ايه تعليقات صحابك ايه؟ لا اللي هو اهلي انت بتلعبي في نادي اللي هو حاجه كبيره، حاجه عظيمه. يعني صحيح. انا عايزك شايف عايزه تقولي حاجه يا شروق، يعني زمايلك بيقولوا لك ايه؟ يعني فاهمه بيقول الله ايه ده، يعني انت رايحه النادي عايزين نيجي نتفرج عليكي وكده، يعني حابين قوي حابين قوي، عايزين نشوف الكيان ده شكله ايه. وانت حاسه بقيمه الفانيلا؟ يعني حاسه ان الفانيلا دي بالبطل. طب قولي لي نوها، انت برضو يعني اتعودت من صغرك مع كابتن كريم ان انت اول على طول صحيح؟ اكيد. والمركز الثاني ده بالنسبه لنا زي العاشر. بالنسبه لنا خسرنا. يعني بس انتوا بس بالظبط. بس برضو في حته مهمه عايز اقولها لكم برضو، دي مش هتيجي يعني بسهوله، محتاجه شغل، محتاجه مجهود، محتاجه تعب، وكمان ما بقاش زي زمان، دلوقتي الدراسه بقت اصعب. وهروح للموضوع ده معاكم، بس الدراسه ازاي بتوفقوا في الموضوع ده، لان اكيد عارف ان بابا وماما بيموتوا في الموضوع ده. بس ارجع لكابتن كريم، خلينا نتكلم يا كابتن على اعداد البطل. يمكن انت اخطر سن يعني اقول بره في اوروبا وفي كل الدول احسن مدربين بيمرنوا السن اللي حضرتك بتمرنه، والاصغر كمان، لان هي دي الفتره اللي بيقدر المدرب يبني فيها شخصيه البطل. ايه اللي انت بتشتغل فيه مع فرقتك عليه؟ هو حضرتك السن ده بيبقى يعني البدايه لاي لعيب ان هو يبتدي يخش اللعبه او هيقف على رجليه، تحتاج حاجات كتير كمان غير الـ غير الـ غير اللي انت حاططه في اللعبه، وغير اللي انت تشتغل معاه على الهاندبول. محتاج توافقات، محتاج رشاقه ومرونه، في حاجات بتشتغل فيها كتير عشان توصل يعني اللعيب يقف على رجليه، تبدا انت تشتغل معاه عشان يديك اللي معاك. مدرب فيتنس يا كابتن جول؟ نعم. معاك مدرب اعداد بدني او فيتنس معاك، ولا انت بتقوم بالدور ده؟ احنا لا احنا بنقوم بالدور ده، بس انا عايز اقول حاجه برضو بالنسبه لحاجه بتكلمني، هو يعني انا مدرب الفريق، بس لو نيجي ندور على الفريق الفرقه بتكسب ازاي، لا احنا الجهاز عندنا كله بيبقى واقف في ظهر المدرب اللي عنده بطوله، وكله بيشتغل مع المدرب اللي عنده بطوله. خلي بالك طبعا كل الكلام ده كابتن بيسا بامانه، ما هو كل الكلام ده يعني كابتن بيسا الحقيقه يعني هي اللي على طول موجهانا للموضوع ده، لحد بقى الموضوع ده بقى موضوع طبيعي، احنا خلاص خدنا على كده، يعني ده بقى موضوع مش انا بخلص بطولتي ببص بشوف زميلي هيبدا يلعب امتى عشان ابدا نقف جنبه. حتى في التمرين بنقف جنب بعض. مدربين اكتر منك خبره يوجهوك، ما تزعلش من دي. لا طبعا لا، دي حاجه احنا كلنا بنتعلم من بعض، دي حاجه ما حدش فينا بياخدها ان ما ينفعش حد يتكلم معايا، لا بالعكس كابتن بيسا حطمنا الموضوع دوت، ان كله واقف عايز النادي الاهلي يكسب، في الاخر احنا عايزين النادي الاهلي يكسب، ده اللي احنا كلنا بنشتغل عشانه. فكل المدربين الحقيقه في الموضوع دوت يعني انا بشكرهم برضو، انا قاعد مع حضرتك طبعا بعد كابتن بيسا، وكابتن رادي برضو تعب معانا كتير، واحنا بنشكرهم مع حضرتك لان اكيد المجهود ده يشرفنا. كابتن بيسا طبعا وكابتن رادي برضو تعب معانا كتير، والمدربين زمايلي والجهاز الطبي والجهاز الاداري وعمال الملاعب، لا يعني نتيجة اللي احنا موجودين فيه ده حاجة، ناس كتير قوي تعبت عشان نوصل للنتيجة اللي احنا موجودين فيها. كمان دلوقتي في مطرة مريحين شوية يا كابتن. احنا لسه مخلصين البطولة فواخدين الأجازة بقى. يعني المطرة جت في الأجازة؟ المطرة جت في الأجازة، هم حظهم وحش. يعني المطرة تيجي في التمرين عشان يريحوا؟ هم حظهم وحش. المطرة تيجي في، لأن هو ملاعب اليد في أهلي مدينة نصر مكشوفة. فطبعا فطبعا، بس هي يعني تم تجديدها بشكل كويس. اتطورت حاجة محترمة. فهي القصد أقول لما الدنيا بتمطر بيبقى يوم هنا عند اللعيبه عشان تريح يوم، بيريحوا بقى. بس هم لا، بس هم بيحبوا التمرين، بيحبوا التدريب الحقيقي، بيحبوا يوم يتمرنوا يعني. طب قول لي يا كابتن، خلينا يعني نتكلم في حته اهم برضو، يعني حته النادي الاهلي هو البطل ودايما ما يقبلش غير بالمركز الاول، وتلاقي ممكن البنات لو خسروا ماتش يعني انهاروا، بتعالج دي ازاي برضو؟ خلي بالك زي ما في مكسب في خساره، فلازم الواحد يكون عنده الاثنين، بس في نفس الوقت بيلعب للمكسب طبعا. فانت بتعالج ده ازاي؟ بتوصله للعيبه ازاي؟ هو يعني البدايه برضو معلش يا كابتن ميسا اللي بتوصل لنا احنا ده، واحنا نبدا نشتغل على الكلام دوت مع الولاد. لازم زي ما قلت لحضرتك احنا بنعرفهم ان هم بيلعبوا في نادي كبير،
نادي بطولات، زي ما نهى وشروق بيقولوا احنا المركز الثاني بالنسبه لنا خساره، فهم داخلين البطوله عارفين ان المركز الاول هو اهم حاجه، ان احنا ناخد المركز الاول. صحيح. بس جنب اللي انا يعني ربنا يكرمني واخد البطوله، بيبقى نفسنا ان احنا نبقى شكلنا كويس. صحيح. يعني نفسنا ان احنا نظهر بمظهر كويس قدام الناس طبعا، في السلوكيات طبعا، في التعامل مع الفرق الثانيه بعيد عن الملعب. يعني طبعا النادي الاهلي لازم يبقى باخلاقه قبل الرياضه، دي حاجات الحقيقه احنا يعني بنتوجه ليها مع الولاد، وبالنسبه لنا ماشيين فيها بشكل كويس، ويمكن دي الحاجات اللي بتساعدنا، ويبقى في توفيق من عند ربنا في اوقات كتير، ربنا بيقف جنبنا عشان كده ماشيين كويس. يعني كلام محترم يا كابتن كبير، كلام كبير. اعزائي المشاهدين، خليني نطلع تقرير مهم. كره الماء الحقيقه بتعمل مجهود كبير جدا في قطاع الناشئين، حتى مواليد 2000 وكل الاعمار السنيه في كره الماء الحقيقه عاملين نتائج طيبه جدا الفتره اللي فاتت. خلينا نشوف تقرير مصور مع حضراتكم عن كره الماء، وارجع لحضراتكم في ضيوفنا تاني اللي منورنا طبعا ناشئات 2007 لكره اليد. الحقيقه احنا عايزين 4 ساعات في البرنامج عشان نغطي يعني كل الالعاب اللي جوه النادي، 22 لعبه بفرقهم. الحقيقه بيبقى الواحد مش عارف يعمل ايه او يغطي ايه، او يعني ما شاء الله مجهود كبير وبيبذل جوه النادي الاهلي. والحقيقه النادي الاهلي يمكن اقول كل اللي شايفينه ده بدون دعم من الدوله. خلينا نقول النادي الاهلي اصبح كيان حتى اقتصادي كبير، يقدر يصرف على الفرق ويقدر يأهل الفرقه دي للمنتخبات، وهو ده دور النادي الاهلي. ارجع تاني لضيوفنا كابتن كريم ابو الخير، فريق ناشئات كره اليد، مدير فني ناشئات كره اليد، وشروق ونهى. اجي لك يا شروق، يمكن موضوع المذاكره دلوقتي بقى صعب، وان انت تقدر توفق بين مذاكرتك ولعبك بقى شيء من الضرب من ضروب الخيال بالامتحانات اللي احنا بنشوفها دي. بتعمل ايه يعني؟ احكي لي يومك من اول ما تصحي من النوم لغايه ما تنام. هو انا ساكنه قدام المدرسه، فكل ده سهل عليا. بصحى بروح المدرسه، بعد كده ارجع من المدرسه اعمل واجباتي. يعني كنت ترجع المدرسه يعني تاكلي حاجه بسيطه وتقعدي على طول، مفيش نوم مفيش راحه؟ مفيش. طيب وبعدين؟ اعمل واجباتي، بعد كده اروح التمرين، بعد كده ارجع بقى اكون مش قادره طبعا وبخش انام عشان اصحى. كل ده في الايه، في يعني انت برضو انت في مدينه نصر برضو صحيح؟ مع جنب النادي الاهلي، فده ممكن بيوفر عليكي شويه وقت. طيب قولي لي مين بقى اللي تعبان معاكي، بابا ولا ماما؟ لا هما الاثنين بصراحه. لا ما تقوليش هما الاثنين بقى عشان بابا بقى بيتفرج وبتاع. لا قولي لي يعني اكيد ماما اللي تعبانه معاك. خلينا ندي بقى كل الامهات حقهم شويه. اكيد ماما اللي بتستناكي، بتوديكي، بتجيبك، وبتاكلي في العربيه، في العربيه، في العربيه، وتغيري في العربيه، كلنا هذا الرجل. بس قولي لي يعني، هو يعني بتحسي اصل هو ممكن واحد يقول لك انا عايز اخرج مع صحباتي، ممكن تقول لك لا صح عندي عيد ميلاد، عندي مش عارف ايه. طب انت حارمه نفسك اكيد من حاجات كتيره، شايفه دي حاجه كويسه ولا بتضايقك؟ ايوه، هو لما يعني في الاخر ما ان شاء الله هبقى اطلع حاجه، يعني مش كل ده مش هيروح على الفاضي. طبعا لما احرم نفسي ان شاء الله هبقى اطلع حاجه يعني كده. بس كل ده كل حاجه ليها ثمن. وانت بتعملي ده عشان في الاخر تبقى حاجه كويسه. برافو عليك. نوها قولي لي انت بقى يومك بتقضيه ازاي؟ يعني شو قالت لي بصحى من النوم لغايه بالليل. طيب هاخد سؤالك الاول، بس طبعا لازم كان ما ينفعش نتكلم عن كره اليد للسيدات في النادي الاهلي ما نتكلمش مع كابتن بيسع هونسني. اهلا بيك يا كابتن. اهلا يا هيثم، ازيك؟ الاول طبعا وحشتينا، وشغل كبير خليك. والروح باينه حتى في الاستوديو، حتى كابتن كريم بيتكلم واللاعبات بيتكلموا على قد ايه الروح الطيبه اللي انت عاملاها، وازاي مخلياهم كلهم على قلب رجل واحد يا كابتن بيسع. الحمد لله معروفة. بس هيثم، مفيش نجاح هيحصل الا لو المنظومة كلها في بينها حب وكلهم بيشتغلوا بنفس الهدف. صحيح صحيح، الوصول للهدف. طب الحمد لله كلهم، يعني احنا منظومة حلوة، المجموعة اللي معايا كلهم ربنا موفقني بيهم، كلهم مدربين، حتى الصغيرين عندهم استعداد ان هم يتعلموا وعايزين يكبروا وعايزين يوصلوا لحاجة أحسن من اللي هم فيها، فمتجاوبين جدا في كل حاجة والحمد لله. الأكتر كمان بقى إن هم أخلاقيا، ودي حاجة مهمة جدا. دي الأهم. صحيح يا كابتن، دي أهم حاجة الحقيقة. لسه كابتن كريم كان بيتكلم عنها، سلوكيات وانضباط لاعبين ولاعبات الأهلي. الحمد لله، ما هو دي حاجة بقى جميلة إنهم كلهم الحمد لله يعني عندهم حتة الاخلاق ديت، ربنا يكرمهم، يعني كلهم شباب زي الفل، محترم جدا، عارف بالظبط اللي عليه واللي ليه، فاحنا كلنا مع بعض عيله واحده، يعني نعتبر عيله، عشان كده الحمد لله بنوصل للاخر باحسن نتائج. وده سر النجاح يا كابتن. بس مش هينفع بقى حد يكتب معاه الهوا وما اعرفش اخر الاستعدادات لبطوله افريقيا في شهر ابريل ايه يا كابتن؟ والله بص، احنا طبعا هو احنا الفتره اللي جايه دي، انت طبعا الحصاد كله الثلاث شهور اللي جايين. صحيح.
كلها نهائيات بالنسبه للفرق كلها، التسع فرق اللي معانا. فالحمد لله يعني احنا لغايه دلوقتي ربنا موفقنا في القطاع الميني، احنا ماشيين كويس، وصلنا النهائيات كلها. عندنا طبعا الثلاث شهور الجايين دول هيبقى استعدادات ثانيه خالص بقى، لان خلاص نهائيات، وزي ما تقول بقى خلاص يعني انت بتزرع في الاول ودلوقتي بتحصد بقى. صحيح. طب عندنا طبعا الحدث الاهم بطوله افريقيا في ابريل طبعا، لانه من سنين طويله يا كابتن ما جاتش عندنا، ومن سنين طويله احنا حتى ما شاركناش. من سنه 93 احنا صحيح. ما حضرناش بطوله صحيح. افريقيا عندنا. صحيح. يعني هي كانت اخر بطوله افريقيه في مصر لعبناها، كانت 93 او 95، لا 93. 93 من 25 سنه. 90. انا حتى كنت لعيبه فيها يعني، كانت نهايه مشواري مع اللعب يعني. بس طبعا ما حصلناش نصيب ان احنا نعرف نستضيف بطوله افريقيه في مصر تاني، بس الحمد لله احنا طبعا عارفين اهميتها، فبنحاول. انت عارف طبعا هيثم، احنا في فتره كده كنا بعيد قوي عن التمثيل الدولي صحيح. والتمثيل الافريقي، لغايه ما بعدنا يعني، احنا بعدنا شويه، بس احنا بنحاول نعمل الـ زي ايه يقول لك ايه، السهل بقى المسهل. صحيح. وخلي بالك يا كابتن، الناس فاهمه ده كويس، ان احنا طبعا مش اول بطوله هنشارك فيها ناخدها، ولكن لازم نتواجد من هنا ورايح في بطوله افريقيا للسيدات، لان الحقيقه النادي الاهلي لو وقف على رجله في اللعبه دي بالذات بالتبعيه منتخب مصر هيبقى قوي. والله بص، احنا يعني انت قلت حاجه دلوقتي ان احنا مش لازم ناخدها، لا انا بقول لازم ناخدها، ليه ما ناخدهاش؟ صحيح صحيح. الاحلام ممكن تتحقق يعني. برافو عليك. انا بقول يعني ده اللي انا بقوله للبنات طول النهار، ان هي فرصه كويسه انها اتلعبت عندنا. احنا لما لعبنا سنه 79 وبرده ما كانش عندنا فرصه ان احنا نكسبها، كسبناها. برافو. صح. الاهلي لما نظم بطوله افريقيا 79، بطوله افريقيا، ما احنا كسبنا بطوله افريقيا. صحيح. برده كان الحلم بعيد بس اتحقق. صحيح. فان شاء الله باذنك يا رب، يعني احنا كلنا الفكر اللي في الدماغ ان احنا هنلعب على البطوله. صح. مش هنحس انها بعيد، لا هنعمل كل اللي نقدر عليه ان احنا نحاول نحقق البطوله على ارضنا ونكسبها باذن الله. صحيح يا كابتن بيسا حسني، طبعا رئيس جهاز كره اليد للسيدات في النادي الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك، كلام محترم الحقيقه، طموحات يعني اديتينا طاقه ايجابيه الحقيقه، ان احنا ان شاء الله يعني هنقاتل عشان البطوله دي، ومش معنى عدم اشتراكنا فيها فترات طويله ان احنا نسيبها، لا يعني كلام يعني محترم، وده اللي اتعودناه من اللي اتربوا جوه النادي الاهلي. نهى، يمكن كنا بنتكلم على اليوم الدراسي الكامل، قولي لي بقى بتبتدي يومك الصبح ازاي وتنهي ازاي؟ انا بروح المدرسه، برجع من المدرسه ببقى تعبانه جدا. بتصحى من النوم الساعه كام؟ بصحى من النوم الساعه 7. 7 ده متاخر. انت بتصحى كام؟ انت بقى بتصحى 8 الا ربع قدام المدرسه. يعني 8 الا ربع اهو بكون في المدرسه، ستي قدام المدرسه. بتصحى 7 بكوني في المدرسه مثلا 8 نهى. بعد كده بخلص المدرسه برجع البيت، باكل حاجه بسرعه، ولازم اخلص واجباتي وكمان اذاكر عشان بيبقى عندي اكيد امتحانات أكيد. وبعد كده بروح التمرين، ما بيبقاش عندي وقت اقعد بعد التمرين او العب او اعمل اي حاجه، برجع من التمرين بذاكر تاني، وبعد كده بخش انام عشان ما بقاش قادره. طبعا طبعا. وفي حاجه تعمل بعد كده؟ طب قولي لي بقى، يعني برضو نفس الكلام اللي قلته لشروق، حرم نفسك اكيد بقى من عيد ميلادات، من زيارات، من قرايبنا اللي بيروحوا يخرجوا مع بعض، مش بيضايقك ده شويه؟ يعني بس شويه، بس احسن لي اني ابقى حاجه هما، او يعني الناس اللي بتخرج يعني ما يعني مش بغلط فيهم ولا حاجه، بس هما برضو مش حاسين قيمه ان حد بيلعب هاند بول وان هو يبقى متفوق فيها. برافو عليك. صح. وانت عارفه ان كل حاجه ليها ثمن. صح. فاتمنى ان انا احرم نفسي من حاجات كتير عشان في يوم من الايام اكون اللي انا عايزاه. طب انت بتحلمي بايه؟ انا بحلم اكون احترف بره، واكون من احسن اللاعبين في المنتخب ان شاء الله. برافو عليك. خلي بالك احنا كله متسجل صوت وصوره، يعني كمان عشان سيارة الحاسبه. شروق، انت بقى قولي لي بتفكري في ايه، او طموحاتك او حلمك ايه؟ انا برضو نفسي احترف بره واكون لعيبه. الحاج جمعه بتلعب بره، وعلى فكره انت شكل الحاج جمعه شويه. ونفسي كده اكون يعني لعيبه كويسه واحترف بره، وكل مثلا يجي يصور معايا او كده. طب قولي لي يعني على المستوى المهني او الدراسي نفسك بايه؟
انا برضو يعني نفسي اكون متفوقه، يعني ايه دكتوره مهندسه؟ انا بحب اكون دكتوره. دكتوره ان شاء الله تكوني كده وقدها باذن الله. نوها انت عايزه لما تكبري تكوني ايه؟ دكتوره. دكتوره برضو. بس خلي بالكوا الطب صعب يا جماعه، مش هتاكل مع الرياضه. يعني مشوه هندسه هتمشي معانا شويه. طب ارجع لك كابتن كريم، خلينا نقول برضو ان هو كنت بتعمد بقى الصراحه الحقيقه اسالهم طموحاتهم احلامهم التضحيات اللي بيضحوها، لان الطفل في السن ده صعب قوي تقول له لا ما تلعبش، لا ما كانتش تيجي من جواه الحقيقه بتبقى صعبه. فبتهيألي لما بتلاقي نوعيه لعبات من ده اكيد الموضوع بيسهل عليك اكيد. طبعا هو يعني زي ما قلت لحضرتك، هو يعني العناصر مهمه عشان تقدر تطلع النتيجه اللي انت عايزها، فالعناصر مهمه. فاللي يعني اللي بيقدر يكمل معاك هو ده اللي بعد كده بيقدر يعمل تاريخ، هو ده بعد كده اللي بيقدر يوصل للعيبه اللي هم نفسهم فيه اللي هو الاحتراف، بيقدر ان هو يكمل. اللي بيقدر يكمل، اللي ما بيقدرش يكمل طبعا بيبقى الموضوع واضح بالنسبه له، بس بيكون اكتسب. هو ده اللي طبعا بيكون اكتسب حاجات كثيره جدا هيساعده في حياته طبعا. الفتره اللي بتفرق في المقدمه، الفتره اللي بتفرق معاك كتير طبعا اللي بعد كده. كابتن انت فرقتك قوامها كام لاعيبه؟ انا 23 لاعب. 23 لاعب. بتسجل 16 كل مباراه ولا اكتر في الناشئين؟ لا هو احنا عندنا نظام بنلعب ثلاث اشواط. ثلاث اشواط، كل شوط لازم يكون فريق مختلف عن الشوط الثاني، فشوطين. الشوط الثالث بيبقى ميكس ما بين الشوط الاول والثاني. طبعا. فانت يعني الاتحاد عندنا بيجبرك ان انت يبقى عدد اللعيبه عندك كتير. طب ما ده كويس جدا، ده حاجه كويسه. فال 23 لعيب بيلعبوا، 23 لعيب انت عايز 24 لاعب دلوقتي كلهم بيشاركوا الحمد لله. برافو. وكلهم موجودين تقريبا في تقريبا نفس الوقت تقريبا. بس طبعا عشان نبقى واضحين برضو في مجموعه بتبقى هتاخد وقت اطول طبعاً. شويه انت عايز تكسب. طب لكن كله الحمد لله في حد ادنى من الوقت بياخدوا اللاعب، اسف اللاعيبه يعني، مثلا هتقول اقل لاعيبه ممكن تكون لعبت مثلا 10 دقائق 8 دقائق 9 دقائق، بيبقى في حد ادنى. طبعا. فده بيدي فرصه كبيره جدا لاكبر عدد ما عندك انه يشارك. لا كل اللعيبه عندنا الحقيقه بتشارك زي ما بقول لحضرتك، بس برضو عايزين نشكر اللعيبه. وانا قاعد مع حضرتك هنا انا بالظبط عايز بقيه الفريق يعني فرقه هايله تعبوا عشان يوصلوا للي احنا موجودين فيه دلوقتي. وطبعا وجود شروق ووجود نهى دي حاجه بتمثلهم كلهم اكيد، كان نفسنا طبعا يبقى كلهم موجودين طبعاً معانا في الاستوديو ان شاء الله يكونوا معانا. نشكر برضو مع الفريق اولياء الامور، لان الحقيقه اولياء الامور برضو يعني تعبوا مع الواحد جامد طبعا، ووقفوا جنبنا كتير عشان نقدر نعمل النتيجه دي. ممكن ما يكونش في الملعب، ممكن ما يكونش في اي حاجه، بس ان هم يجيبوا البنت ويروحوا البنت ويصحوا البنت، يعني بيتعاونوا معانا جامد الحقيقه وبيستحملوا معانا كتير اكيد. فبنشكرهم برضو مع طبعا حضرتك. طب قول لي يا كابتن، يعني الوقت مر سريعا، بس طموحاتك ايه مع فرقتك؟ يعني انت حابب تروح مع فين في النادي الاهلي؟ توصل بفرقتك فين؟ حابب تشوف فيهم ايه؟ والله احنا عندنا ان شاء الله بطوله المنطقه، بنتمنى ان احنا طبعا نحقق المركز الاول، ونفسي اشوفهم كلهم بيلعبوا في منتخب مصر. دي حاجه انا اكتر واحد مبسوط لما اشوفهم كلهم بيلعبوا في منتخب مصر، وزي ما نوع شروق بيقولوا عايزين يحترفوا. دي حاجه برضو كله متسجل يا كابتن، بعد 10 سنين هنشوف. هم عندهم المقدره لكده، وفي غيرهم برضو موجودين في فريق عندنا طبعا، وفرق ثانيه الحقيقه عندهم مقدره ان هم يحترفوا ويبقوا لعيبه هايلين يعني. واكيد ان شاء الله لما نتابعكم في حلقات ثانيه اكيد زميلاتهم هيكونوا معانا، يعني اكيد هم بيمثلوهم واكيد هيجي الوقت. احنا عايزين نشكرهم لان أكيد. يعني بقيه الفريق الحقيقه بذل مجهود جامد قوي عشان يعني نوصل النتيجه اللي موجوده دلوقتي عند حضرتك. اكيد يا كابتن كريم ابو الخير، مدير فني الناشئات 2007، بشكرك شكرا جزيلا ونورتيني في الاستوديو، والف مبروك على البطولات دي ومزيد من التوفيق. بس حاجه اخيره، نتمنى طبعا لفرق اليد عندنا يعني التوفيق في بطوله افريقيا ان شاء الله، السيدات والرجال، والرجال برضه يتمنوا التوفيق في السوبر قبل افريقيا، ويعني نفسنا كلنا نكسب بطوله افريقيا، كلنا نكون في المدرجات ان شاء الله. طبعا. وشكر اخير برضه لكل الناس اللي تابعت معانا من المدربين طبعا ومن الجهاز الطبي، واحنا بنضم صوتنا معاك طبعا، بنشكرهم اكيد. وبشكر لاعبات الفريق 2006 الناشئات كره اليد، بشكر شروق محمود، نورتينا يا شروق، ربنا معاك ان شاء الله ويوفقك وتبقى كل حاجه بتتمنيها. بشكرك يا نهى ايهاب، نورتيني وشرفتيني، وان شاء الله تبقى كل احلامك بتتمنيها. طب اعزائي المشاهدين، هنطلع لتقرير عن السباحه. زي ما قلنا لحضراتكم السباحه قطاع عريق جدا قبل كده، وقلنا ان في شغل اللي بيتبذل، حتى المراحل السنيه كتير ومتشابكه والعاب الماء كتير، بس عندنا تقرير مصور عن السباحه هشوفه مع حضراتكم، وهنطلع فاصل عشان نستقبل ضيوفنا طبعا، فريق ناشئات 2007 الكابتن حنان عيد مدربه الناشئات، ويكون معانا اللاعبه لمى محمد واللاعبه جنه مصطفى. هنشوف التقرير وارجع لحضراتكم استقبل فيه ضيوفنا.